صاحبتها لها أعراض تظهر وتبان. اللي في راسه يلاقي صداع، واللي في عينه يشوف أوجاع من بره أو جوه القاع، واللي يقولك أنا عيان، واللي يحس بسخونية أو تموت سن شوية، واللي يقولك رجليا مش شايلاني يا عم فلان. وعشان كده عاملين فزورة ومعانا خليك في الصورة، وشاركنا حل الفزورة يلا طول أيام رمضان، وتابعنا على صفحتنا وحتبصم مع بصمتنا ونحافظ على صحتنا والمعلومة برضو تبان. وتابعنا على صفحتنا وحتبصم مع بصمتنا ونحافظ على صحتنا والمعلومة برضو تبان. فوزير معلومة طبي، بنقدم وصف للحالة المرضية مع صورة تسهل معرفة المرض، وعليك التعرف على اسم المرض، وتجمع الحلول في نهاية شهر رمضان المعظم وترسلها على الإيميل المكتوبة في تتر نهاية، والجوائز كشف مجاني لأولى 3 فائزين. مرض يصيب العين ومن أسبابه التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو التعرض للأدخنة، أو التعرض للرياح والأتربة، والصورة توضح المرض. كل يوم في رمضان سنقدم فزورة عن مرض شائع. أجمع الحلول بالترتيب، وفي نهاية الشهر ابعتها علي الإيميل المكتوب في نهاية الحلقات، والجوائز كشف مجاني لأول 3 فائزين.